بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يبين الشارح برهان التطبيق وهو أشهر أدلة بطلان التسلسل، لذلك قال: ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق. ما هذا؟ هذا البرهان وهو أن تفرغ من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة، ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى، ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية والثانية بالثاني وهلم جرا. فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال، وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية وتتناهى، ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه، والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة. هذا هو برهان التطبيق. ما هو؟ أن تفرغ من المعلول الأخير، يعني هكذا في الممكنات ذكرنا هذا بعض علة لآخر ثم علة لآخر ثم علة لآخر ثم علة لآخر هكذا. فإذا هناك يكون مسلسلات من المعلول، معلول علة، ثم هذه العلة معلول لعلة أخرى، هذا ثالث، وهذا الثالث هو معلول لعلة أخرى، وهو معلول لعلة أخرى، وهو معلول لعلة أخرى، هكذا تسلسل يتسلسل. فإذا هكذا نفرغ، نأخذ جملتين أولا من في جانب المعلول، يعني إلى الوراء، المعلول يعني هذا آخر. فإذا مثلا يعني هكذا، يعني نأخذ جملتين من المعلولات هكذا إلى الوراء، ثم من الجملة الثانية نترك واحدة، نترك ننحي واحدا، ثم بعد ذلك نطبق بين سلسلتين، هذا واحد من الجملة الأولى بإزاء الثاني من الجملة الثانية. أين ذهب الأول من الجملة الثانية؟ هذا نحيناه إلى جانب، هذا باق عندنا. ثم هكذا من كل فرد من الجملة، كل فرد من الجملة الأولى بإزاء كل فرد من الجملة الثانية، لكن من الجملة الثانية نحينا واحدا، يعني المعلول الأخير، هكذا نطبق. نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة، ومما قبله بواحد مثلا، هذا واحد مثلا، إما ننحي منه اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرين هكذا أو خمسين هكذا ننحي، ثم بعد ذلك نطبق واحدا هكذا من الجانبين إلى غير النهاية، يعني جملتان متسلسلتان هكذا الفرض. لذلك في جانب العلة هذا يعني لا يتناهى، هكذا يذهب إلى غير النهاية. ثم تطبق أن تفرغ من المعلول الأخير هكذا، ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى، يعني المعلول الأول تجعله هذا الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية، هذا بإزاء الأول من الجملة الثانية، هذا بعد يعني بعد تنحية واحد مثلا، ذكرنا هناك مما قبله بواحد، لذلك من هذه المسلسلات نحينا واحدا فردا بعد ذلك، والثاني بالثاني وهلم جرا، الثالث بالثالث، الرابع بالرابع، هكذا. فإن كان، فإذا حقيقة هذا يكون أول بإزاء الثانية، الثاني بإزاء الثالثة، ثم الثالث بإزاء الرابعة، الرابع بإزاء الخامسة، الخامسة بإزاء الخامس، بإزاء السادس كذلك، السادس بإزاء السابع، السابع بإزاء الثامن، الثامن بإزاء
التاسية هكذا بسبب أننا نحينا واحدا من جملة معلولا واحدا من جملة ثانية. نعم. ثم فإن كان ثم ننظر فإن كان بزاي كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزايد لماذا الجملة الثانية ناقصة بفرد واحد فإذا في الوراء لا يتناهى بل يتسلسل فإذا لو كان هناك بجانب كل واحد من الثانية يمكن لنا أن نطبق فردا فردا من الجملة الأولى بإزاء فرد فرد من الجملة الثانية بدون أي نقصان فإذا الجملة الثانية كانت ناقصة وهذه صارت متساوية للجملة الأولى والجملة الأولى زائدة بفرد فهذا محال الناقص لا يكون كالزائد لا يتساوى مع الزائد ثم وإن لم يكن يعني لو لم يكن بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء من الثانية يعني انقطعت متى يكون هذه الزيادة والنقصان لو انقطعت بدون الانقطاع كيف يفرض الزيادة والنقصان وتتناهى فتنقطع الثانية وتتناهى ويلزم منه تناهي الأولى لماذا لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناهي أيا كان بواحد أو اثنين أو ثلاثة هكذا الزيادة تكون بقدر متناهي فقط والزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة نعم هذا هو برهان التطبيق فإذا هنا سؤال يجيب عن هذا السؤال بقوله وهذا التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي مهل ما هو السؤال وهو أن برهان التطبيق يتمشى في الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته أيضا مع أنها لا تتناهى يعني مراتب الأعداد غير متناهية كذلك معلوماته تعالى ومقدوراته غير متناهية مع ذلك يمكن تطبيق هذا البرهان لو اندبق هذا البرهان على مراتب الأعداد وعلى معلومات الله تعالى ومقدوراته يفيد أن مراتب الأعداد ومقدورات الله تعالى ومعلوماته متناهية هكذا يفيد فإذا إما يكون فساد في برهان التطبيق أو يكون فساد في قضية أن مراتب الأعداد غير متناهية كذلك قضية أن معلومات الله ومقدوراته غير متناهية إما يكون فساد هنا في القضية أو في دليله يعني في دليل برهان التطبيق فإذا ما هو الجواب؟ الجواب هذا التطبيق إنما يكون بما دخل تحت الوجود دون ما هو وهم يمهلون يعني كيف ينطبق في مراتب الأعداد؟ في مراتب الأعداد ينطبق يعني نأخذ جملتين من الأعداد من الواحد إلى الوراء هكذا مئة واحد مئة هكذا إثنى ومئة هكذا يذهب إلى غير نهاية ثم نأخذ ونفرض جملة أخرى من الأعداد هذا من الثانية ليس من الأول من الثانية ثم نطبق هذا الأول بإزاء الثانية ثم الثالثة بإزاء الثانية ثم الرابعة بإزاء الثالثة ثم الخامسة بإزاء الرابعة هكذا يتسلسل فإذا نسأل هناك هل يكون بإزاء كل فرد من كل فرد من الجملة الثانية فرد من الجملة الأولى لو كان فيكون الزائد الناقص كالزائد لو لم يكن فتناهى فانتهت الجملة الأولى والجملة الثانية هكذا كذلك في معلوماته تعالى ومقدوراته هكذا فإذا أجاب عنه إنما يكون تطبيق إنما يكون بما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي مهل يعني مراتب الأعداد غير متناهية ما معناه وهذا وهمي مهل لم يقل القائل بهذا بعدم تناهي مراتب الأعداد
أن جميع مراتبها داخلة تحت الوجود موجودة في نفس الأمر. لم يقولوا هكذا، بل يقولون مراتب الأعداد غير متناهية، معناه آخر. نعم، فإنه ينقطع بانقطاع الوهمي. ما هو وهمي محل؟ ينقطع بانقطاع الوهمي. لماذا؟ إذ الذهن لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصلا، بل الذهن يفرل ثم يتعب الوهم، فإذا هو يقطع هناك عندها. نعم، فلا يرد النقل بمراتب العدد بأن يطبق جملتان أحدهما من الواحد لا إلى نهاية، والثانيتان جملة ثانية من الاثنين لا إلى نهاية، ولا بمعلومات الله وتعالى ومقدوراته، فإن الأولى أكثر من الثانية. يعني هذه الجملة، أخذنا جملتين من مراتب الأعداد، من معلومات الله ومن مقدوراته. إذن الجملة الأولى أكثر من الثانية، ما لا تناهيهما، نقول أنها لا غير متناهية. مع ذلك الجملة الأولى أكثر من الثانية، وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات، ما معنى عدم التناهي هناك؟ أنها لا تنتهي إلى حد واحد لا يتصور فوقه آخر، هذا معنى عدم التناهي هناك. أما هنا في مسألتنا ما معنى؟ ليس ذاك بالمعنى الذي في مسألتنا، هذا المعنى يبين. لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود فإنه محال. ما لا نهاية من الأعداد أو ما لا نهاية من المعلومات والموجودات هي داخلة تحت الوجود، هذا ليس معناه. لماذا؟ لأن دخولها تحت الوجود محال. فإذن لا ينقل برهان التطبيق بمراتب الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته. ثم بعده الواحد، الله تعالى الواحد، يعني أن صانع العالم واحد، فلا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة الواحد. والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع. الله الواحد يعني أن صانع العالم، ماذا أراد بهذه العناية؟ فيه إشارة إلى دفع توكم الاستدراك بناء على أن الله تعالى عالم للجزئي الحقيقي، وهو لا يكون إلا واحدا. هكذا يعني هنا حينما وصفه المصنف، وصفه الله تعالى المصنف بكونه واحدا، هناك سؤال، هذا كلمة الله عالم للجزئي، هذا الجزئي يكون واحدا، أنا واحد، كذلك كل إنسان واحد، لو قيل زيد وهو مسماه واحد هذا معلوم عند الكل، لا يوصف زيد بكونه واحدا. فإذا هذا يعني لغو غير مفيد، هكذا تهمة إشكال. إذا نجاب، ما هو حاصل الدفع والجواب؟ حاصل الدفع أن المراد الواحدة في صفة ووجوب الوجود لا في الذات. يعني سبق يعني الله تعالى هو الذات الواجب الوجود، فإذا في هذه الصفة الله تعالى واحد، ليس معناه أن ذاته واحد، وجوب الولاء في الذات. وهذا التوهم مع دفعه آت في قوله تعالى قل هو الله أحد فتأمل، هو قال هذا التوهم مندفع، مع ذلك هو يأتي في قوله تعالى هو الله، قل هو الله أحد، يعني أولا قال هو قل هو الله، الله ذكر، ثم بعد ذلك ذكر أحد. نعم، نعم يمكن أن يجاب،
يمكن أن يجاب لأن هذا علم للجزئي وفيه خلاف هل هو علم للجزئي أو لا. فإذا باعتبار هذا الخلاف ذكر إما هذا أو لو سلمنا أو لو لم ننظر إلى هذا الخلاف، مع ذلك هناك حاجة ومقتضى إلى التصريح بهذا الصفة بهذه الصفة. لماذا؟ نظرا إلى اعتقاد المشركين، نظرا إلى اعتقاد المشركين هم يشركون الله تعالى، لأجل ذلك هذا صفته هو معلوم، مع ذلك ينبغي أو يقتضى التصريح به. فإذا هذا بهذا الجواب يجاب عن نفس التوهم في قوله تعالى قل هو الله أحد، أكثر الناس من جميع الأعصار والأمصار على اعتقاد وجود الله أو وجود الخالق أو وجود إله أكبر، هكذا في لغة المشركين عندهم إله أكبر، هكذا هم أكثر الناس على هذا الاعتقاد. أما الكافر أو الجاحد أو الملحد يعني قليل جدا في كل زمن وفي كل بلد في كل زمن وعصر هكذا. لذلك يعني كلمة الشهادة تبتل بالنفي لا إله إلا الله، لما ابتدأت إلى النهي إلى بالنفي بالنفي، يعني هذا اعتقاد الناس أو اعتقاد أكثر الناس الشرك في الله تعالى يقتضي نفي الشريك، لأجل ذلك هكذا ابتدأ بنفي الشريك. فإذا هكذا يحتاج هنا التصريح بهذا الوصف، يعني أن ثاني العالم واحد فلا يمكن أن يستوق مفوه مواجب الوجود إلا على ذات واحدة، والمشهور بذلك بين المتكلمين برهان التمانعي المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا القول يشير إلى برهان التمانعي. ثم بعده تحرير برهان التمانعي، ونقرأ إن شاء الله فيما بعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.